حسين سليمان وهاب عزيز مركز تقنيات بي سي ار جهاز مكافحة الإرهاب. سيدي هذا الجهاز له سمعة دولية، سمعة وطنية، يجب نحافظ على هذه السمعة وعلى هذا الأداء باعتماد مبادئ الوطنية. مفهوم الوطني يكون هو السادة والعقيدة في هذا الجهاز، وكذلك عملية التدريب المستمر لإفراز هذا الجهاز. أعرف عندكم تحديات العلاقة بالوضع الاقتصادي اللي مر به البلد، لكن نحاول نذلل كل عقبات والتحديات التي تحاول تعيق عملكم وتطويره. يجب أن نحمي هذا الوطن من الجماعات الإرهابية التكفيرية، وبالخصوص جهاز مكافحة الإرهاب. قاعد نسمع في كل يوم الناس تنادي وتطالبنا أن يكون له دور في التوترات الأمنية في بعض مناطق العراق، اللي هي ضمن مسؤولية الوطن الحكومة، ولكن ليس ضمن اختصاص جهاز مكافحة الإرهاب. ولكن مع كل هذا شوف الناس تطالبنا، وهذا المطالب يجب نحتز بها قيمة وثقة المواطنين بهذا الجهاز البطل. أتمنى لكم كل التوفيق. السيد رئيس الجهاز موجود، عندنا تواصل يوم ما نيا. أي شيء تحتاجون، تحديات، طلبوا حتى نوفرها ونذل عقبات معكم. مرة ثانية رهاننا عليكم بوطنيتكم، ونجحتوا خلال فترة قصيرة تنطون نموذج للقوات المهنية الوطنية. هاي يجب نحافظ على هاي السمعة، ويجب نحافظ على هاي ثقة المواطنين بكم. أتمنى لكم كل التوفيق لكم ولعوائلكم، وإن شاء الله التاريخ يذكركم بصفحات من ورود.